هو اهم شيء جبت قلت لكم الورطه اللي سويتها، قصيت شعري ولادي، رحت جبت الجيلاتين على مود يبدي يطول، مجربته يعني من زمان فجبته هسه. المهم اكو شغله اني كلش مستفاده من عندها، فقلت لازم اشرح لكم عليها، تعالوا اشرح لكم عليها بالستوري الثاني حبايبي. طبعا احنا يومين نزلت لنا سالفه جديده بالمراكز، ابره العنبر، ابره ما ادري شنو، ابره النظاره، ابره ما اعرف شنو. المهم اكو بنات ما عندهم فلوس يرحل المراكز، ما يحبين يضربون ابر، اكو هوايه. فحبايبي بتلكم شغله اشرح لكم عليها، هذا كريم مع ابره العنبر، انتبهوا علي، مع ابره العنبر راح اشوفكم هذا الكريم. هذا شوفوا انا قد مستخدمه من عنده، اول ما تشترونه تحولون بيه العلبه وتخلطوه. انا بالنسبه خلطته بالماشا مال الشعر، اخليه يوميه بالليل قبل ما انام. طبعا حتقولوا لي شو يسوي، شايفين هاي النظاره واللمعه بالوجه شلون عباك حاطين جلتر، ينطي نظاره ولمعه بالوجه تجنن. واحلى شيء بيه انه اذا عندكم مشق هنا او منطقه معينه تمشق، فالمهم اكو مناطق طبعا تمشق عندنا هنا او هنا او هنا. انا بالنسبه لي اعاني من هاي المنطقه دائما تمشق عندي، فالكريم هذا ينطي ترطيب ونضاره ولمعه للوجه يجنن. اخذوه وعلى ضمانتي يعني يجنن، بعرف حتى اني بعود تشوفون انه ايش قد مستخدمته، يعني اني اكيد ما اسوي شيء او اعلن على شيء اذا ما استخدمه واشوف نتائجه. لذلك حتى تشوفون الفيديو مالتي الاخير اللي صورته مال المكياج بدون فلتر وشفتوا بشرتي كانت كلش حلوه، مجرد هو كريم يجي ويا ابره تخبطوها. هاي مثلا ماشي ماشي مال الشعر اني هيجي وخلطته خلاص، وكنت استخدمه على وجهي يوميه بالليل قبل ما انام، اقعد الصبح اغسل وجهي. ها هي كل شيء جنن، تلقونه بس عند يوسف الكناني. المهم يا حبايبي بعد ما كملت لكم الشرح على الكريم اللي انا مستفاده من عنده